شددت السيدة هانيكي إيكلمانس نائب مفوض شرطة هولندا على أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في هولندا ودبي، والذي أثمر تعاونا كبيرا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون العام الماضي حول هذه المسائل. نتابع. I'm here with the Deputy Commissioner of... يسرني أن أكون مع نائب مفوض شرطة هولندا هانيكي إيكلمانس. شكرا على تواجدك معنا. شكرا، يسرني أن أشارك في هذه القمة. هذه القمة مهمة جدا، وأنه لفخر لي أن أشارك في هذه القمة هنا. فعلا البرنامج رائع، تنظيم مذهل، كلمات ملهمة. يسرني أن أكون هنا. ما هي المواضيع التي لفتت انتباهك في القمة العالمية الشرطية؟ هذه القمة تحاول أن تجد الحلول لكي نجمع بين التكنولوجيات الجديدة والقيادة والتحضر للمستقبل، فنحن ما زلنا نعمل على كل ما يتعلق بالأمانة في كل دولة. نائب مفوض شرطة هولندا، دائما يقال عندما نريد أن نحافظ على الأمن والسلامة الشركة، إن كان بين القطاعين العام والخاص أو بين الحكومات أو حتى بين القطاعات المختلفة، يعتبر مهما جدا ما هو التعاون وما هي الشراكة مع شرطة دبي وشرطة هولندا. نحن في الحقيقة لدينا تعاون وثيق جدا. العام الماضي وقعنا مذكرة تفاهم مع شرطة دبي لفعلا نزيد من هذا التعاون بين شرطتنا وشرطة دبي، ونحن نعمل بجهد لمكافحة الجرائم المنظمة، وحققنا نتائج جيدة بمساعدة شرطة دبي، ونحن ممتنون لشرطة دبي على مساندتهم لنا، ونأمل أن نتمكن من مساعدة شرطة دبي على أن تزيد من إنجازاتها.